الاهلي بوع بوع افريقيا. مبروك للنادي الاهلي اللي مفرحنا ومخلينا سعداء ومخلينا فرحانين ومسهرنا. دايما النادي الاهلي بيرسم الفرحه على جماهير الكره، دي مقوله يا جماعه مفيش خلاف فيها ابدا. مبروك للنادي الاهلي، مجلس الاداره، الجهاز الفني، اللعيبه. هنتكلم في اي فنيات، مباراه ليها ما ليها وعليها ما عليها. الكاس عندنا، الكاس في الجزيره، والاهلي بعبع افريقيا. اهلا بيك يا سياده المستشار. مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لادارته، مبروك للعيبه الرجاله. يعني انا مش عايز اقول لك ان مفيش اهلاوي واحد في مصر شك النهارده في قدرات لعيبته ان هم رجاله. الشعب المصري كله النهارده انا شفته مع النادي الاهلي. محبين كتير قوي زملكاويه كتير كلموني النهارده فرحانين بفوز النادي الاهلي. بتكلم جد ما بهزرش. الماتش النهارده كتير قوي كانوا بيشجعوا النادي الاهلي. فالنهارده مصر كلها بتفرح مش الاهلي بس. طيب اسيب لك الكلمه والكابتن رضا اهو. كابتن رضا ده فكت والرهان اهو. حبيبي والتنفيذ اهو. لا لا بس عشان ما نضللش الناس، انتوا اللي جايبين التورتايه دي. ايوه امال. انما الرهان كان بيني وبين المستشار على صن داونز. تمام. بس انما ما انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن رضا. الاهلي ايه؟ دايما كنت بقولها في مداخلات وحياتك بتتكلم ما حدش بيسمع. الوداد خرجت صن داونز. يا حبيبي تعادل. واحنا يعني مش مكسب. خرجتها. لا لا كسبت. ولا يا كابتن اكرامي؟ لا 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 ده التعادل ماتشين. ولا يا كابتن اكرامي؟ لا لا تعادل ماتشين غير الهزيمه. لا 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 بص اقول لحضرتك على حاجه. هو النهارده لو الاهلي كان اتغلب مثلا 2-1 وكسب بضربات الجزاء هتقول لي ان هو اصلا متعلين النتيجه. طيب هو ده هو ده يمنع ده يمنع النهارده ان الاهلي هو بعبع افريقيا؟ الاهلي بعبع افريقيا بالارقام. يمنع الاهلي بعبع افريقيا؟ الاهلي بعبع افريقيا. لا لا مش بعبع. لا 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 قلت لك بعبع لو كسب صن داونز. طيب خلاص بس هو اطلع. هو البطل يا حبيبي. ماشي البطل. هو البطل انما مش بعبع. هو البطل. بص البعبع ده اسمع صن داونز اللي خاف وخلع. خلع. احنا مالنا. الله صحيح. الله الاهلي البطل. هو البطل مش بعبع. اسمع بقى الكلام. لا الاهلي مين بعبع افريقيا؟ لما الاهلي ما يكونش بعبع افريقيا يبقى مين بعبع افريقيا؟ لغايه دلوقتي مفيش بعبع. مفيش بعبع؟ لا انا كنت اقول لك بعبع. اقول لك بعبع لو النادي الاهلي كسب وخد المرة الجاية. اوعدك. في الحالة دي اوعدك والله العظيم السنة الجاية. بص ان شاء الله نكسب صن داونز. ليه؟ انت عارف لو كسب واحد واثنين الاهلي بعبع افريقيا. انما خلي بالك انت صن داونز دي بره فرقه خفيفه مهيب. فرقه حلوه وفنيات وكل حاجه مهيب. انت عمال تناقش دلوقتي في بعبع ومش بعبع والكلام ده وهو البطل. ما تشوف الارقام. تمام. شوف طيب. الارقام بتاعت النادي الاهلي سواء محليا او